هل هناك خوف لدى البطريركية بأنه تنسج تسوية ربطا بكل ما يحصل في المنطقة وفي الملف الرئاسي، أن يعني تطال هذه التسوية النفوذ الأخير لهذه الطائفة فيها؟ لك أدم، مش لأول مرة البطرك بيحكي هالكلام، بس له فترة يعني كل التصريحات اللي بتصدر عنه من سنة وثلاثة أشهر، وقت اللي ما انتخبنا رئيس جمهورية كان يطلعوا يقولوا خي انتخبوا رئيس جمهورية، طيب مجلس نواب، طيب وكان يقول ليش خلفتوا الدستور، خي معكم مهلة شهرين لا خلفتوا الدستور، تغيبتوا. بس ما فيك تعتبر انه العظة تبعت اليوم او حتى لا طبيعي انه بسياق متعود على حتشوف كل احد رح تكون القصة اكبر واكبر، لانه بالنهاية ما حدا فيه يلغي حدا. ومثل ما انت سالتني انه معقول يكون الموارنه بالتحرير او المسيحيين بصوره عامه انه يلغى دورهم، ما حدا بيقدر يلغى حدا. ونهار البريون لغى الدور، يعني مرجع لل 75 بنرجع نوقع بمشكله وبنرجع بوقع بحرب ومتريس، وهي ما حدا قبلين فيها، لا الموارنه ولا السني ولا الدروز ولا الشيعه، ما حدا قبلين بحرب، خلص انتهينا من الحرب. هلا اذا جيت انت هيك تفسر كلامه للبطرك، اخي بتقول معه حق. طب انا بدي اسالك سؤال، طب في شي مره تاخرنا عن تكليف رئيس حكومه؟ انا بعرف انه هو اكيد الرئيس تمام سلام بقى 9 اشهر تكليفه لا مش تكليف، تكليف انا عم تكليف اوكي قد ما بدي، عم بحكي تكليف. في شي مره بتقوم الطائفه السنيه ومعهم خبر معهم حق، طيب ليش على طول انتخبنا الرئيس بري بخمس دقائق؟ طيب ليش لم توصل الدولة على رئيس الجمهورية؟ هذا اللي عم بفكر فيه البطرك، انه ليش خيي كل ما بدنا ننتخب رئيس جمهورية نقعد سنة وسنتين وما في رئيس جمهورية بيسلم اللي فالل. يعني من ايام امير لحود، ما الرئيس امير لحود بوجه له تحية، الرئيس سليمان والرئيس ميشيل عون. طيب خيي ليش هيدا تفكيره للبطرك، انه هل الموضوع انه تعني الطائفة المارونية؟ لا أكيد ما فكر مثل ما أنت سألتني، بس عم بيقول أنه في غبن اليوم، في أمور عم تمرق وسميهن الدويكا. يعني شو الدويكا؟ يعني رئيس بري ورئيس الحكومة. طيب أوكي عم تمرق، يعني أنا بدي أقول للرئيس مئاتي عن جد، يا ريت كانت الحكومة تجتمع وقت اللي كانت بكامل صلاحيتها. طب ما كانت هالمواضيع الملحة ما كانت موجودة؟ كان رئيس الأركان موجود، كان رئيس الجمهورية موجود، وفل بشباط رئيس الأركان. طب ليه ما تعين بالفترة اللي كان فيها ميشيل عون؟ شفت وين غضب؟ يعني أنت برأيك أنه يعني خوفه للبطرك آدم، بس برأيك يعني الاتهام اللي عم بيوجهه او التحذير اللي عم بيوجهه هو كمان مرتبط ب يعني رغبه ما اطلق عليهم تسميه الدويكا بتحجيم هذا الدور؟ طبيعي هو يعني الرئيس مئاتي او الرئيس نبيه بري ولو لا يعلنوا هذا الشيء، بس ما عندهم مشكله بانه يحجموا هذا الموقع او الدور الذي تقوم به هذه الطائفه. طب بتعرف ليش انا جاوبني؟ هن يعني صحيح. يضمروا في انفسهم هذه الرغبه. صحيح. لا هو شو مفكر فيهم، هو مش انا اللي شو مفكر، هو شو مفكر فيهم. طب بدي اسالك سؤال، ما الرئيس مئاتي قال انا لن اقوم بتعيين اي موظف بغياب رئيس الجمهوريه؟ طب ما عينته للرئيس. طب الحاجه الملحه تستدعي ذلك ولا بطل خي في قائد جيش، وقلنا قداش قلنا السنة بلا رئيس أركان، في قائد جيش. أوكي أنا كنت ضد أنه ما يتمدد له، أوكي تمدد له ماشي الحال، في قائد جيش موجود بهالظروف الأمنية. طب ليه هلا رئيس أركان؟ ليه ما في رئيس جمهورية؟ إلا إذا كان رئيس جمهورية غير معني بتعيين الموظفين الدروز، معني بس رئيس جمهورية تعيين بموظفين الموارنة، لا هي مش مقبولة. رئيس جمهورية معني بكل الموظفين، مثل رئيس الحكومة معني بكل الموظفين، مثل رئيس مجلس النواب معني بكل الموظفين. ما بيصير انه خلص بكرة يا خي ما بعرف، انا عن جد ما مش عم بفهم ليش اللي صاير هالقد. بعدين انت بتعرف اللي عم بيوتر الامور اكتر بين الرئيس مئاتي، اللي عم بيوتر الامور اكتر هلا واجتماعات، وكأنه بحسها انه انا بعد الوزراء بسألهم من اللي عم بيجتمعوا، انه عم تصير اجتماعات نكاية، وكأنه الخلاف اللي حاصل تكسير راس الخلاف اللي حاصل بين الرئيس مئاتي والوزير بسيل عم نشوف نتيجتها على الارض.
يعني ان كان ان كان باصدار المراسيم ان كان ب ب يعني شو مساله ايجو يعني بين الشخصين. صحيح صحيح. شو بتعمل هلا بدي بتختصرها هلا شو بتعمل؟ طيب انا ما انا بالنهايه لك ما هو حكم انكياد بالله. هو شو اللي وصلنا لهون؟ حكم انكياد حكم انكياد. ما حدا بيحب الثاني. مش مطلوب يحبوا بعضهم. ما حدا يا خي ما حدا بيتعامل لك. هلا هي بالنهايه التعامل ببين بمحبه انه انا رغبان اني انا اقعد انا وياك. انا مثلا لو ما بحبك او رغبان فيك ما بيجي بقعد انا وياك. فتنا على مجال ثاني. لا لا ما فتنا مش بس الموضوع خي لانه ما فيش تفاهم. وصار اذا بدك الحياه بختصر لك اياها نحن عايشين بحكم الاحزاب. الحزب هو الذي الاحزاب مش حزب الله. الاحزاب كلها هي تحكم لبنان. في منهم مسيطرين اكثر حزب الله. في منهم مسيطرين مش بالسياسه مش بال مش ب مسيطرين بالسياسه اكثر.